السلام عليكم. سلام. بقول لك ايه، اشتغل عادي بس قديم من الاسطوانات ال20. ها ازاي حضرتك؟ اتفضلي، الشنطه بتاعت حضرتك. ايه ده شنطتي؟ وحزمه ورده اهو علشانك. انا مش عارفه اقول لك ايه. ميرسي يا رمزي، خدمك رمزي. اهلا يا رمزي، بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي على شهامتك ورجولتك دي وعلى الامانه اللي جواك. عارف انا حاسه كده ان انت فارس من العصور الوسطى، من ساعه ما شفتك وانا مش عارفه اهز وسطي. ما هو ده بقى اللي بيقولوا عليه الحب من اول هزه. لعلمك بقى هناني زنبالك هانم، انا برضك يعني اول ما شفتك عندي في البازار بتاعي، وانا قلت ايه، اكيد في قصه حب كده هتتنشئ ما بيني وما بينك، تيبيكال قصه حب اوزيس واوزيزيس اللي مع بعضيهم. تطلب ايه حضرتك؟ كوكتيل. يلا بسرعه، وشوف البهوات دولت عايزين يشربوا. لا تشكر يا كابتن. انا مش مصدق نفسي بقى، ناني زنبالك على رمح وسن كده اهو. انت ايه الكلام ده؟ دي باين بقى البدله والتسريحه عملت شغل معاك. انت عارفه يا ناني، انا لابس البدله دي مخصوص علشان بقى ارجع بيكي لايام الزمن الحب الجميل. عارف البدله في يا كابتن؟ في حاجه اخ صوره يا كابتن؟ معلش يا كابتن، شارب شويه بس. معلش اشكرك.